مباراة اليوم متوقع أن تكون كبيرة وكبيرة جدا ومثيرة في ظل هذا الطقس الجميل. الأجواء جميلة جدا، الأجواء في المدرجات جنونية جدا. نأمل أن تكون مباراة رائعة في هذا اللقاء اللي فيه السماء صافية، فيه مدرجات ممتلئة، هنالك أغاني، هنالك أهازيج، هنالك روح عالية تملأ الجنبات في كل سنتيمتر في هذا الملعب. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي يا جماعة. وركلة البداية، تريبيير، كوكي، كوندوغبيا، كوكي، لويس سواريز. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. نصيري يفقد توازنه، الحكم يشير الى وجود خطا ضربه حره. اكونا، سوسو يحاول أن يلعب كرة بينية، فرصة مهمة للعب الكرة العرضية، يبعدون العرضية وستكون هنا رمية تماس. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، الآن فرصتهم للمرتدة. تلعب الكرة إلى الأمام، كاراسكو من سيستلم هذه التمريرة الطولية. كوندوغبيا، كوكي، كوندوغبيا، كاراسكو. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. كوندوغبيا، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. سوسو يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، ينجح في إبعاد الكرة.
تعود الكرة إليهم مرة أخرى. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية، كرة عرضية عدت انصري. كاراسكو، كرة طولية مباشرة للأمام، وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. أكونا، تمريرة جميلة. راكيتيج، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. راكيتيتش، تغيير اللاعب على الأجناب. كوندوغبيا، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. راكيتيتش، مرت الكرة بشكل جميل. كرة من جهة اليمين. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة، ويلعب العرضية. خلص الكرة. كرة خطيرة على اليسار. يلعبها لمنطقة الخطر. يمر ويلعب كرة بينية، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. إمكانية مرتدة الآن، أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، كوكي. كوندوغبيا، إمكانية تسديد. لويس سواريز، كرة تمر بسلام على المدافعين. تريبيير، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. كرة إلى الأمام. أكونا، هي ركلات الترجيح. إذن لم ينجح أي من الفريقين في التفوق على الآخر قبل صافرة النهاية. رغم الاندفاع البدني القوي لأداء الكبير، لكن النتيجة لا زالت 0-0. مباراة 0-0 أفضل من مئات المباريات بأهداف. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء.